بالنسبه ليا انا زيغود ولا ديدوش ولا عبان رمضان ولا راهم كل شو هذا كيف كيف شو هذا الجزائر حاجه برك يعني ما يفرقوش بين الشهداء خاطر اللي يخدم الكبير اللي الكبير يخدم والصغير هو اللي ينفذ ثم هذا بهذا الجزائر هذه ما خلات لهمش فرصه باش يتمتعوا بحياتهم ولا الهدف تاعهم هما هي بلادهم خلاص وفرنسا ينحيوها باش تبقى الجزائر حره مستقله.